ما حكم عمل مولد عند ولادة الطفل مثل نحضر النشيد على الدف أحبائي في الله هذا ما يسمى بالاحتفال عند مجيء المولود واعتباره قربة إلى الله مشكلة كبيرة جدا أنك نسبت إلى دين الله ما ليس منه لكن جزء واحد يقول لا أنا لا أنسب لدين الله وإنما هو فرح فرحنا به عند الولد وقامت خالته أو عمته فأنشدت بعض الأناشيد له وأسمعت أمه ومحارمها من باب الفرح لا من باب أنه تقرب إلى الله فنقول مثل هذا الفعل جائز ما في حرج لأن هذا أمر دنيوي بعد لكن في ضوابط انه ما تسمع هذه الاصوات غير محارمها الامر الاخر انه يكون الكلام حسن ما في لا فحش ولا باطل الشيء الثالث انه لا يلحن بألحنة اهل الفسوق والفجور الامر الرابع انه لا يداوم عليه مش مع كل ولد نساو مع كل هذا وهكذا هذا باختصار اما ما يعتبر ان هذا قربة ويطرد الشيطان وهذا يبارك فيه كل هذا خرافات ما أنزل الله به من سلطان